لنا محاولات كثيرة ما استعرفناش الحد. كنوعدهم إن شاء الله بمقادم مقابلة إن شاء الله نحقق لهم الفوز وقادم أجمل إن شاء الله. الحمد لله قدمنا واحد الأداء متوسط، ولكن المهم اللي كان عندنا في هذه المقابلة هو الفوز بعد 4 تعاود اللي دوزنا. عانينا بزاف صراحة مع فريق سوالم لأن كان عندنا واحد الضغط في بداية المقابلة، والحمد لله كما كنعرف الجميع الرجاء فريق كبير، وكنتمنى إن شاء الله باش نرجعوا في لابوز ديال البطولة ونحققوا البطولة إن شاء الله.